أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ لو ذكرتم الأخوة والأخوات بالسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. شاب نشأ في عبادة الله. نعم. ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرقا عليه ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه نعم